الفنادق في الصين وفي أغلب دول العالم لها مواعيد محددة للمغادرة من الفندق، وذلك قبل احتساب يوم جديد، لذلك قد تحتاج للسؤال عن وقت المغادرة. 请问什么时间退房？ 中午12点前。 请问什么时间退房？ 请问什么时间退房؟ هنا تركيب لبناء الجملة مهم جدا، والذي يمكن أن تستخدمه في العديد من الجمل للسؤال عن الوقت. 什么时间退房？房间。ردت موظفة الاستقبال: 中午12点前 中午12点前 中午12点12点前 前 هي ظرف تعني قبل. في اللغة الصينية يأتي الزمن وبعده الظرف، أما في اللغة العربية فيكون الظرف قبل الزمن، مثلا قبل الساعة 12 ظهرا. أما في اللغة الصينية فنقول الزمن 12 ظهرا ثم الظرف قبل، كما في المثال السابق: 中午12点前. أصبح الإنترنت شيء أساسي في حياتنا. كيف تقول إذا أردت أن تسأل موظفة الفندق إذا كان الفندق يقدم شبكة الواي فاي أم لا؟ تابعونا في الفيديو التالي.